بحضور سمو الشيخ خليفة بن سلمان بن محمد الخليفة وكيل وزارة العمل، انطلقت أعمال الملتقى الخليجي الرابع للاتحادات واللجان العمالية بدول مجلس التعاون دول الخليج العربية، والذي يستضيفه الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين. تنسيقا للمواقف بين الاتحادات واللجان العمالية الخليجية في المشاركات الإقليمية والدولية، انطلقت أعمال الملتقى الخليجي الرابع للاتحادات واللجان العمالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتبحث كافة الطرق الاستراتيجية لضمان حقوق العمالة الخليجية، بالإضافة إلى استعراض تجارب كل دولة في هذا المجال. طبعا أهمية هذه النسخة الرابعة، في البداية كانت النواة في الرياض قبل 4 سنوات، ثم وصلنا إلى الكويت عقب العمان والآن البحرين. نوعاً ما الصورة صارت أوضح في هذه النواة اللي احنا بدينا نبني، وكذلك إن شاء الله إنه بيكون احنا قاعدين نتطلع حق اللي هو اتحاد خليجي يكون بين دولنا مجلس التعاون. احنا بنركز إن شاء الله على تبادل الخبرات وتنسيق المواقف الدولية والعربية، وكذلك تشكيل لجان، فبنحاول إن شاء الله بتكون فيها تشكيل لجنة المرأة. نحن كمنظمة العمل العربية ندعم كل هذه التكوينات التي تخضع لتنظيمات موجودة حقيقية، سواء عمالية أو من أصحاب العمل أو من الحكومات الموجودة، وإن شاء الله يعني استمرارية انعقادها بصفة دورية سنوية في كل بلد خليجي. وهذا اليوم الاجتماع الرابع هذا له دلالة على حرص كل المشاركين على إيجاد الحلول واللحمة الخليجية لمواجهة أي تحديات مستقبلية بإذن الله. هذا الملتقى في نسخته الرابعة أصبح منصة موحدة للتشاور وتبادل الرؤى في مختلف شؤون العمل والعمال، ليساهم في تطوير التشريعات العمالية بما فيها أنظمة الحماية الاجتماعية وتكثيف الجهود لتعزيز مشاركة المرأة في التنمية وإدماجها في مختلف القطاعات الإنتاجية، بالإضافة إلى الارتقاء بمنظومة التدريب والتأهيل المهني وترسيخ مبادئ الصحة والسلامة المهنية. اليوم الاتحادات واللجان العمالية الخليجية تعد القواعد الأساسية للعمل النقابي في دولنا الخليجية، تسعى إلى تشكيل اتحاد. هذا الاتحاد يكون كيان قوي مساند للحركة النقابية العربية والدولية. لدينا جدول أعمال كبير سنطلع من خلاله أولا على المبادرة الوطنية للاتحاد العام لعمال الكويت المتمثلة في إنشاء المنصة الرقمية الحكومية لاستخدام العمالة الوافدة في دولة الكويت. أيضا سنطلع على تجربة التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وأيضا على تجربة تمكين في مملكة البحرين. نحن في الملتقى الرابع كنا حريصين أن استمرار هذا الملتقى، وكنا حريصين على تحقيق كل الأهداف اللي تم الاتفاق عليها في الملتقى الأول والثاني والثالث. وضعنا خطة استراتيجية في اجتماع مسقط في العام الماضي، والسنة هذه نبغى نتابع تنفيذ الخطة وأيضا تحقيق أهدافها. وأيضا كان عندنا موضوع مهم جدا فيما يخص التواصل مع أطراف الإنتاج الثلاثة مثل اتحاد الغرف الخليجية وأيضا مكتب التنفيذي لوزراء العمل الخليج. أيضا احنا السنة هذه عندنا أيضا تنظيم الملتقى أيضا ممثلات العاملات الخليجيات ممثلة باللجان المرأة، وسيكون إن شاء الله اجتماعهم متزامن مع الملتقى، وأيضا سنكون حريصين على برامج تدريبية اللي تم الاتفاق عليها في الفترة السابقة. في يومه الثاني سيواصل المشاركون متابعة تشكيل فرق العمل بالمجلس التنسيقي للاتحادات واللجان العمالية الخليجية ومهام عمله، بالإضافة إلى تحديد موعد لاجتماعات المجلس التنسيقي للاتحادات واللجان العمالية الخليجية الدولية. الملتقى الخليجي يعد فرصة ذهبية لتوحيد الجهود ورفع الصوت العمالي في دول الخليج العربية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه العمال وطرح الحلول المناسبة لحماية الطبقة العاملة الخليجية وتعزيز حقوقها في المجتمع. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.